السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارع غزة مطلع جوج جوج في اليسر ديالي، وعلى اليمين ديالي كاين السيارات اللي مبلاصين هنايا، ما يمكنش نهبطو حتى حنا جوج جوج. ولكن اليوم كنوجهو رسالة للجهات المسؤولة أنه تعطينا أشغال في شارع غزة، تعطينا أشغال، لأن صراحة كنشوف واحد لومبوتياج اللي ما يمكنش. كنتمنى من الله في إطار الأشغال اللي كتعرفها عمالة صخيرة تمارة أنه تنطلق الأشغال في الشارع هذا، شارع غزة اللي كيهبط مباشرة كاين واحد العرقلة اللي هي كبيرة وكبيرة بزاف. فكنتمناو من الله نشوفوا أشغال في القريب العاجل. شوف على لومبوتياج كاين هنا، راه مايمكنش. دابا أنا كنشوف بنادم عنده الضوء الأحمر في اليسر وغادي قاطع. شوفوا الناس اللي عندهم الضوء الأحمر في اليسر وقاطعين، حنا عندنا الضوء الخضر راه حنا حابسين هنايا. شوف مالو الشيطان عندكم الضوء الأحمر زعما؟ ما فهمتش والله، ما فهمتش. هادو عندهم الضوء الحمر اللي في اليمن واليسر، دونك يوقفوا. كنتمنى هاد النقطة هادي دار لها شي حل، هاد النقطة هادي راه مشكل كبير. عشاق السمك وانا دايز من هنا لازم منشير لخويا يحيى فيش، احسن مكاين والد مكاين في الاسماك ريستورون، اللهم بارك. وحنا هابطين مع شارع غزة، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم كلهم عونا ونصيرا يا رب. يمكنش نسمعوا غزة وفلسطين وما ندعوش معاهم على الاقل. كنتمنوا من الجهات المسؤولة في عمالة صغيرة التمارة انها تفضل هذه المسألة هذه في شارع غزة ونشوفوا اشغال. وربما وانا كنهضر على الاشغال، سبحانك يا الله والله القسم ما في خباري، سبحان الله. الاشغال هي انطلقات عملية التحرير، عاود ثنا في الوفاق، اللهم بارك. شارع غزة انطلقات فيه الاشغال. شوف الاخوان، اقسم برب الكعبة ما في خباري ان الاشغال كاين هنايا. ولكن كنتمنوا من الله ان التوسعه ديال الشارع على الاقل بعض المساحه باش يعطينا على الاقل جوج سيارات يهبطوا جوج يطلعوا، لان اللي كنشوف هنا هبط سياره وطلع سياره، غيبقى الاشكال. شوفوا معايا تبارك الله هنايا هذا الشارع ديال امينه بنت وهب، ولا في حله جديده ولا في حله جميله. يا سلام. هنا عاوتاني من الناس كلشي داخل في شي، ما فهمتش انا والله، ما فهمتش واش الشمس كديرها الاخوان. وي عندنا واحد الاشغال هنا الوسط كتخلي الناس يدخلوا هنايا، كيلقى راسو ملاقي مع اللي جاي. اوكي، المهم شويه الصبر الاخوان باش كلشي يدوز مزيان. غير الصبر كلشي غيكون زوين. شوف تمارة، اللهم بارك. شوف تمارة كتعرف تغييرات كبيره صراحه، الحمد لله. هادشي كيبشر بالخير. هذه الطريق ديال امينه، شارع امينه بنت وهب اللي شملات التوسعه واناره جديده، اعمده كهربائيه جديده. انا في اتجاه مسجد الاخلاص. يا سلام، شوف الشارع تبارك الله قداش ولا ما شاء الله. تبارك الله ما شاء الله. شارع غزة ثم شارع أمينة بنت وهب ثم خيلوطة ثم خلف المحكمة الابتدائية، أشغال في كل مكان في الوفاق. وهذه بشارة خير. الناس ديال الوفاق والناس ديال تمارة بصفة عامة، والله يسخر الأمور يا رب، الله يسخر الأمور.
الوان غير عاديه في مدينه تمارا. الاشغال تحركت بواحد الريتم اللي هو كبير، با 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 با. الدخله ديال طريق السيار ديال الهرهوره واقفه، بلوكي. طريق السيار عامره. نسال الله السلامه للجميع، نسال الله السلامه للجميع. هنا مدخل ديال طريق السيار، هنا الهرهورة في انتظار إشارة رجال الدرك الملكي من أجل المضي قدما. طريق السيار بروميير بوزيسيون عامرة، الدخلة ديال الهرهورة. كاين بزاف ديال الناس كيحاولوا يتفاداو البياج ديال عين عتيق، كيختاروا الطريق الساحليه، وكاين الناس اللي كتختار طريق الفلاح اللي كتهبط ليها من هذه النقطه هذه بالضبط من جنبات اقامه حدائق هرهوره، اللي كتخليهم يمشيو في الطريق ديال الفلاح اللي خاوي حتى العين عتيق باش كيتفاداو 4 دراهم ديال البياج. هذا هو اللي كاين. المهم قليلا نقول لكم ان شاء الله وليا في راسكم، والسلام عليكم.